من الذي قال أني إذا تكبرت يحرمني الله القرآن؟ والله العظيم يا جماعة يزيغ قلبك، أسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد أهلنا. يعني لو بيطلع الله الزين والشين مع بعض كلها، والله العظيم والله أن أطر واحد منكم يسمع لي ما يسمع لي. لكن فضل الله ورحمته ستر القبيح وأظهر الجميل. أسأل الله أن يستر ما علم وأن يغفر ما ستر. ما الدليل؟ أني إذا تكبرت سيحرمني الله عز وجل. يقول ربي جل في علاه: سأصرف عن آياتي، سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا. سبحان الله. لا تتكبر حبيبي الغالي فتخسر أعظم لذة في الأرض، أعظم نعمة في الأرض هي هذا القرآن. الله جل في علاه ما أمرنا والله أن نفرح بشيء في الدنيا أبدا، بل الله عز وجل يذكر الفرح فيذمه، إلا موقف واحد ذكره الله سبحانه وتعالى لمن؟ للشهداء اللي ماتوا قال فرحين. لكن أن يأمر الله أحد أن يفرح يقول له افرح، ما فيه إلا في آية واحدة أو موقف واحد، اللي هو أن يفتح الله قلبك وأن تقرأ ثم تصل الآية هذه لقلبك ثم تفهمها ثم تتغلغل في قلبك، يقول أنت الآن افرح. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من كم؟ من كم موقف في حياتي؟ هو خير مما يجمعون. جمع الدول كلهم، رؤساء الدول في مجلس واحد، وكل واحد يعرض ما جمع. خذت هذه الكرة الأرضية كلها، أقسم بالله الموقف الذي أنت فيه يستحق الفرح أحسن من اللي جمعوه في حياتهم كلها.